في الصعيد قعد كمال على ترابيزة السفرة وقال لمرام: عاملة ايه دلوك؟ بقيتي احسن؟ هزت مرام راسها وابتسمت وقالت: الحمد لله بابا، هو احنا ينفع نرجع نعيش في القاهرة؟ عشان خاطري انا مش حابة اكمل حياتي هنا. ما انت سمعتي بنفسك وصية جدك يا مرام، انا مستحيل اكسرها. انا زمان سافرت وعشت هناك، وده كان عشانك انتي، انما دلوقتي مش هقدر اوافق. ردت مرام بحزن وقالت: انا مش حابة اعيش هنا، مش عاوزة. قطعها كمال لما قال بضيق: عشان امير، مش كده؟ ايه انت شفتيه تاني؟ مش قلنا الموضوع ده خلاص اتقفل من سنين، مش عاوزين نفتحه تاني. مرام عينيها اتملت بالدموع وهزت راسها، وكمال قال: ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ هو دلوقتي عايش حياته بالطول وبالعرض، وانت اللي قاعده حزينه. غصب عني يا بابا، صدقني غصب عني، انا فكرت اني نسيت، ولكن اول ما شفته الجرح اتفتح تاني وكانه لسه امبارح. حط كمال ايده على وشها وقال بحب: طب كلي دلوقتي، ولما تخلصي انا هاخدك فسحه حلوه قوي، ونلف المزرعه كلها زي زمان، ايه رايك؟ ابتسمت مرام وبدات تاكل، وللحظه سرحت ورجعت بذكرياتها للماضي، فلاش باك. دخلت مرام لواحد من المطاعم العامه، وكان امير قاعد مستنيها وقال: انت مش قلتلي انك هتكلم عيسى؟ ليه لغايه دلوقتي ما كلمتهوش؟ انا ما بقتش عارفه اروح الجامعه بسبب الكلام اللي بيلسنوه عليا. طب اهدي واقعدي، خلينا نتكلم بهدوء. قعدت مرام وقالت: أنا الأول مرة أكذب بسببك، خرجت النهاردة وقلت لبابا أني رايحة أزور واحدة صاحبتي. أنا آسف يا مرام، آسف على كل حاجة عملتها معاكي، آسف على كل لحظة أذيتك فيها. ما تتأسفش يا أمير، كل واحد هيحط لسانه في بقه لما أنت تتقدم لي رسمي ونتخطب، بس الخطوة دي صعبة دلوق، أصل حصل ظروف عندي. وقطعته مرام لما وقفت وقالت: ظروف إيه دي؟ طب على الأقل كلم عيسى وتبقى جريت فتحة، أنا مش عارف أحضر المحاضرات. أمير بصلها بحزن وقال: مش هقدر دلوقتي. بصت له مرام بحزن ومشيت وسابته، وكانت بتعيط، وحنان صاحبتها كانت واقفة مستنياها برا المطعم وجريت عليها وقالت: في إيه؟ بتبكي كده ليه؟ هو عمل حاجة؟ بيقول لي عنده ظروف ومش هينفع يطلب يدي من عيسى دلوقتي. بقول لك ايه، اللي اسمه امير ده شكله بيلعب بيكي، سابك دلوقتي بعد ما بوظ سمعتك. انا بس لو اعرف مين اللي لم عليا الدفعه وقال لهم اني في مكتب دكتور امير. مش مهم مين عملك ده، المهم انك تسيبك خالص من اللي اسمه امير ده. يا ريت اقدر، انا بحبه قوي يا حنان، ما انت عارفه اني كنت بحبه من وانا في ثانوي، ودخلت الكليه دي مخصوص علشان اشوفه. خلاص براحتك، انا كنت خايفه عليكي وعاوزه مصلحتك. باك. فاقت مرام على ايد كمال اللي قال: ها رجعنا نسرح تاني؟ ايه الاكل زي ما هو؟ انا خلاص شبعت، يلا بينا بقى علشان نتفسح زي ما وعدتني. وفي القاهرة فاقت وردة على صوت المأذون اللي قال: بالرفاء والبنين بإذن الله. بصلها عيسى بسخرية وقال: بنين؟ لا ما اعتقدش، انا لو عليا كنت طلقتها دلوقتي. خلص المأذون كلامه ومشي، وورد كانت قاعدة جنب أسيل وباين عليها الخوف من نظرات عيسى اللي ما اطمنش. أكرم قرب من عيسى وقال له: طب ودلوقتي هتعمل إيه؟ هتعرف عمي كمال ومرام ولا لأ؟ ملهوش لازمة أصلا، كفاية اللي هم فيه، وكويس إنهم ما رجعوش معنا القاهرة. طب وافرض عرفوا من أي حد؟ ما هو الجواز ده ما بيستخباش. لا يستخبى، لأن كلها يومين وهطلقها والموضوع هينتهي. المهم إنك لازم تعرف لي مين اللي وراها ومين المنافسين اللي قاصدين يشوهوا سمعتك ده. أنا عملت حساب كده وخدت فنجان القهوة اللي انت شربت منه وهبعته للمعمل، لازم أعرف إذا كان هي ورا اللي حصل ده ولا لأ. وعند أسيل وورد اللي قالت: قلبي مقبوض، حاسة إنه ناوي يخلص عليا، مش شايفة نظراته ليا كانت عاملة إزاي؟ معلش، هو برضو تلاقيه مصدوم من اللي حصل، هو مفكر إنك انت اللي قصدة تعملي كده، إنما لما تحسسيه إنك ضحية أكيد هيتعاطف معاكي. طب إحنا لازم نقوم دلوقتي ونروح، أكيد يعني مش هروح معاه. وقفت ورد ومعها أسيل، وعيسى بصلهم وقال: على فين بقى إن شاء الله؟ أنا هروح، أكيد مش بعد اليوم الطويل ده هبات في المكتب. عيسى وقف وقرب منها وقال بتحذير: إحنا هنتطلق خلال يومين، أنا بنبهك، على الله حد يعرف بجوازنا ده، وإلا ما تلوميش غير نفسك. اطمن، وأنا أصلا مش عاوزة حد يعرف بحاجة زي دي، ودلوقتي أنا لازم أمشي. أسيل وورد مشيوا، وأكرم استغرب وقال: أنت هتسيبهم يمشوا كده عادي؟ طب كنت خدتها للبيت لغاية ما الطلاق يتم. هو ناخدها للبيت أعمل بها إيه؟ أنا أصلا مش طايقها، افرض إنها كانت مخططة تسرق ولا تعمل حاجة في البيت. لا خليها بعيد أحسن. طب أنا عندي كم مشوارك ده، هعملهم وهرجع لك، نبقى نتعشى سوا. وتاني يوم صحي عيسى على صوت أكرم اللي قال:
عيسى فك بسرعة، في مصيبة حصلت ولازم تعرفها. تليفونك افتحه بسرعة. مصيبة ايه على الصبح؟ انا عارف ان انا لازم اتبرى منك عشان المصايب تخف من عليا. هو ماله تليفوني؟ يا عم فوقك ده وركز معايا، شوف اخبار جوازك مالية النت. مسك عيسى تليفونه بسرعة واتفاجئ لما شاف خبر مكتوب فيه زواج عيسى المرشدي في ظروف غامضة والطلاق في خلال يومين. قفل عيسى تليفونه بعد ما اتعصب ورماه في الارض وقال البت دي تتصل بيها وتجيبها هنا، اكيد هي اللي سربت الخبر للصحافة. طب قومك ده وغير هدومك ونروح لها ونشوف البت دي اخرها ايه وعاوزة ايه بالظبط. وقف عيسى وقال بحيرة مين وراها؟ مين ممكن يكون بعتها تعمل فيا كده؟ انت بعد الفرع الجديد اللي فتحته المنافسين زادوا، طبيعي تلاقي حد بيكرهك لدرجة انه يشوه سمعتك. عموما انا هحاول انزل تكذيب، بس الاول نروح للبنت دي ونعرف منها هي اللي ورا تسريب الخبر ده ولا لا. وعند اسيل اللي ابتسمت وقفلت التليفون وقالت اهو بكده هخليه يطول شوية في الجوازة وغصب عنه يعرف كل الناس بجوازه منك، وانا كده هستفاد ايه؟ مش بعيدة تلاقيه جاي دلوقتي يكسر الباب علينا. وماله، اهم الجيران تشهد والفرحة تبقى دبل. اسيل انتي غلطانة في الموضوع ده بالذات، كان لازم ترجعي لي الاول. الموضوع هيكبر كده وانا مش عارفة ردة فعله ايه. ولا هيكبر ولا حاجة، انتي بكرة تشكريني. وما تنسيش اني بعمل كل ده علشان مستقبلنا. اتفاجئت وردة من صوت جرس الباب والخبط الجامد. وقفت وقالت في ايه؟ هو مين بيخبط كده؟ مش عارفة، انا هروح افتح الباب واشوف مين. جريت اسيل فتحت الباب ودخل عيسى زي العاصفة وقال انت مفكرة ان اللي عملتيه ده هيعدي عليا بالسهل؟ انا اصلا متأكد انك وراك حوار وحوار كبير جوي كمان. في ايه بس يا استاذ عيسى؟ وفهمنا ايه اللي حصل، وبعدين ما ينفعش تتهجم علينا كده. لو حد شافك من الجيران هيقول ايه؟ هيقولوا ان واحد جاي ياخد مرته. مش هي المدام نشرت الخبر اخيرا؟ خبر ايه اللي نشرته؟ انا مش فاهمة حاجة. خبر جوازي منك. عارفة انا لو اتأكدت فعلا انك ورا اللي حصل هزعلك جامد جوي. ردت وردة عليه وقالت له على فكرة انا ما بحبش جو التهديد ده، انا ما عملت لكش حاجة، بالعكس انت اللي من يوم ما شفتك وانت اللي بتغلط في حقي. جه اكرم يجري وقال اهدى بس يا عيسى، صوتك عالي والجيران هتتلم. اسيل ربعت ايديها وقالت خد صاحبك وامشي، اظن احنا متفقين الطلاق هيتم خلال يومين. لا انسي بعد الكلام اللي اتنشر، انت لازم تظهري معايا والطلاق مش هيتم قبل شهور. اتصنعت ورد الجهل وقالت انا مش فاهمة حاجة، كلام ايه اللي اتنشر؟ مسكت اسيل تليفونها وقربته من ورد وقالت شوفي كاتبين عنكم ايه، دول كمان حاطين صورتك. نفخت ورد بضيق وقالت وانت مفكر ان انا اللي عملت كده؟ ها طب قولي كده هستفاد ايه؟ بالعكس سمعتي هتبقى ايه لما الناس تعرف اني اتجوزت واتطلقت بعد يومين. اكرم حب يهدي عيسى اللي كان متعصب وقال له هي فعلا مش مستفيدة حاجة، طالما كده ولا كده هتتطلق، اكيد في حد في الشركة هو اللي سرب الخبر. ردت اسيل وقالت بيتهيألي كفاية كده وتفضلوا، كفاية قوي اللي حصل لنا بسببكم، احنا بنتين وعايشين لوحدنا، ما يصحش حد من الجيران يشوفكم كده. رد عيسى وقال انا مش همشي من هنا غير وانتي معايا، انا ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل تاني. قطعهم صوت تليفون عيسى اللي مسكه وقال دي مرام اكيد دلوقتي عرفوا الخبر، طب رد عليها الاول يمكن بتكلمك عشان حاجة تانية. قفل عيسى المكالمة وقال مش وقته، خلينا نشوف المصيبة دي الاول. وفي الصعيد قعدت مرام جنب كمال وقالت اكيد الخبر ده فيه حاجة غلط، مجرد اشاعة، انت عارف عيسى يعني مستحيل يتجوز من غير ما يقول لنا. اتصليلي بعيسى خلينا اكلمه، انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل من ورايا، اتصلت بيه مش بيرد واكيد لسه نايم. اهدى بس، هو اكيد اول ما يشوف المكالمات هيتصل. حاولي تكلمي اكرم اي حد، لازم اعرف مصدر الاخبار اللي اتنشرت دي ايه. وفي القاهرة مسك اكرم تليفونه وقال اهم بيتصلوا عليا، خد رد مش هينفع نسيبهم كده. مسك عيسى التليفون ورد على مرام اللي قالت عيسى ايه اصل الاخبار اللي اتنشرت دي؟ بابا مصمم وعاوزك ترجع الصعيد النهاردة ضروري، انا عندي شغل كتير ما خلصتوش وكمان نقل مقر الشركة لسه هياخد وقت. قطعه كمال اللي اخد التليفون من مرام وقال النهاردة تكون عندي، انا لازم افهم منك ايه اصل الخبر اللي اتنشر ده، انا اتصلت بالجريدة وبعتولي صورة من الجسيمة وكان تاريخها امبارح. خلص عيسى تليفونه وقفل وبص الورد وقال جهزي نفسك احنا هنسافر الصعيد النهاردة. وردة اتوترت وبصت لأسيل وقالت صعيد ايه؟ لا طبعا انا. قطعها اكرم لما قال بحزن مفيش وقت للجدال، هاتي صاحبتك لو حابة، بس احنا لازم نسافر النهاردة.
طب والطلاق؟ على الأجل هيتأجل دلوقتي لغاية ما نعرف بالظبط هنعمل إيه. وفي الصعيد عند أمير وقفت حنان قصاده وقالت: بسهولة كده بعت 10 سنين يا أمير، بقى ترمي عليا اليمين في ساعة شيطان. بصلها أمير بكره وقال: أنت الشيطان بالذات نفسه، لما خليتيني أشك في أحسن إنسانة أنا حبيتها، أنا مش عارف إزاي طوعتك واتخدعت فيك كده. كده يا أمير؟ أهون عليك تقول عليا كده؟ وأنا اللي عملت المستحيل عشان أتجوزك؟ أنا عملت اللي عملته ده بس عشان بحبك، صدقني يا أمير أنا أكتر واحدة في الدنيا دي حبيتك. بصلها أمير بسخرية وقال: بتحبيني؟ لما خليت يا أبوك سيادة النايب يضغط على أبويا الفلاح البسيط ويخليه يوافق على جوازنا. وإيه يعني؟ بيقول إن كل شيء في الحب مباح، بس أنا عندي بقى مفيش حاجة مباحة. أنت ما تستهليش أي حاجة، عمري ما ندمت في حياتي قد ما ندمت إني اتجوزتك. أمير بصلها بكره وسابها ومشي، وافتكر اللي حصل قبل 5 سنين فلاش باك. رجع أمير من الجامعة وكان أبوه مستنيه، وأمير قرب منه وقال: إزايك يا حاج؟ قول لي عامل إيه دلوقك؟ ورجلك جت على العلاج اللي الدكتور كاتبه ولا لا؟ الحمد لله يا ولدي، أهو أحسن شوية من الأول. المهم أنا عاوزك في موضوع تاني، وأني كمان كنت جاي وعاوز أقول لك إني ناوي أخطب وأتجوز. ابتسم حسني وقال: عين العجل يا ولدي، وهو ده نفس الموضوع اللي كنت عاوزك فيه. أنا كنت عاوز أخطب أخت عيسى المرشدي، هي هتبقى طالبة عندي في الجامعة، وكنت عاوزك تيجي معايا نطلب إيديها، بس أنا بقى كنت حاطط عيني على عروسة ليك تانية، وشايف إن النسب ده هينفعك وهيعلي من شأنك، وهي عيلة المرشدي شوية ما هما برضو نسبهم عالي. اسمع مني، سيادة النايب كان عندي النهاردة وجه وشرب معايا الشاي وقالي إنه بيعتبرك كيف ولده، ولمحلي إنه عاوز يجوزك بنته. بس يا والدي أنا قطع حسني لما قال له: أنا اديت له وعد إننا هنروح النهاردة ونشرب معهم الشاي، وأظن أنت مش هترضى تنزل كلمتي الأرض. أمير بصله بحزن وسكت. باك وعند عيسى اللي وصل بعربيته للصعيد ونزلوا منها أسيل وورد. اتكلم عيسى وقال: يا ريت لما ندخل دلوقتي ما تفتحيش بوجك بحاجة، سيبين أنا اللي أتكلم. هزت ورد راسها وسكتت، وكلهم دخلوا البيت، وكان كمال قاعد مستنيهم، ولما شافهم قال: أهلا بالعريس. طب مش كنت تعزمني ولا أنت ناوي تعزمني لما تخلف؟ بابا الموضوع مش زي ما أنت فاكر، أنت فاهم غلط، الموضوع كان غصب عني. فهمني أنت الصح يا كبير يا عاجل، فهمني إيه اللي يخليك تتجوز من ورانا وفي الآخر جاي وجايبها في يدك وتقول لي غصب عنك؟ إيه غصبتك تتجوزها؟ مرام جات ومسكت إيد كمال وقالت له: بابا عشان خاطر أنت كده هتتعب، أقعد وتكلم بالراحة واسمعوا، أكيد عيسى عنده سبب مقنع للي حصل. بص كمال لورد من فوق لتحت وقال: هو أنت فين أهلك اللي خلوكوا تتجوزك ده من غير ما أهله يعرفوا؟ أنت أكيد واحدة من الشارع. ورد عينيها دمعت وحست وقتها بالقهر، وافتكرت حياتها اللي كانت في الملجأ وإنها فعلا ملهاش أهل. عيسى قرب منه وقال: بابا اللي حصل ده ما كانش بمزاجي، أنا انجبرت أعمل كده، وإلا كانت هتبقى فضيحة تانية لما ينشروا صوري وصورها وإحنا في وضع مش كويس. اتكلمت مرام وقالت: وضع مش كويس إزاي؟ أنتم؟ قطعتها أسيل لما قالت: ابنك المحترم هأسأله عمل إيه مع صاحبتي لما حاول يتهجم عليها وقطع هدومها، ولو مش مصدقني تقدر تسأل كل الموظفين اللي في الشركة. كمال اتفاجئ من كلامها وبص لعيسى وقال: أنت بجد عملت كده؟ عيسى حاول يهرب بعينيه وبص في الأرض بخزي، وكمال ما قدرش يستحمل وحط إيده على قلبه وكان هيقع، جري عليه عيسى ومسكه وقعده على الكرسي، وكمال نفض إيده بعيد عنه وقال له: أنا لو طولت برا منك كنت عملتها، مش ابن كمال المرشد اللي يعمل كده. مرام مسكت تليفونها واتصلت على الدكتور، ولما قفلت قال: بابا أنت تعبان، تعالى نطلع الأوضة تستريح، الدكتور جاي بعد ربع ساعة. مسكت مرام إيد كمال والاتنين مشيوا، وعيسى بص الورد بكره ومشي وسابهم، وأسيل بصت حواليها بإعجاب وقالت: والله يا بنتي يا أسيل وهتعيشي حياة القصور، إحنا ما كناش نحلم بكده أبدا. ورد قعدت على الكرسي وعيطت وقالت: إحنا غلطنا غلطة كبيرة قوي، ما كانش لازم أكمل في اللعبة دي. اسكتي أحسن حد يسمعك، وبعدين ما تخليش ضميرك يصحى دلوقتي، إحنا لسه في أول اللعبة. ردت ورد وقالت: الراجل اللي فوق ده صعبان عليا، افرضي مات بسببنا. بسببنا ليه؟ ما هو عمره كده، وبعدين افتكري كويس اننا ما كناش لاقيين ناكل، خلينا نكمل للاخر وناخد القرشين ونمشي. وعند عيسى اللي كان قاعد في الجنينه وبيفكر في اللي حصل جه اكرم وقال: انا اتاخرت، عديت على المعمل جبت نتيجه التحليل لفنجان القهوه. عيسى انتبه ليه وقال له: ها وبعدين؟
طلع في حاجة صح؟ للأسف لا، انت لازم تفتكر اكلت ولا شربت ايه قبلها. هو مين قدمها لك؟ اكيد البنت دي هي اللي حطت لي حاجة او غيرت الفنجان كمان بعد ما مشينا. وارد فعلا تعملك ده، ووارد برضو انها تكون مظلومة. المهم انا كنت هنزل تكذيب، بس للأسف طلع ان صورة القسيمة متسربة، حتى كمان المأذون معاهم مش بعيدة يطلع مرتشي هو كمان. سيبك دلوقتي من كل ده، المهم عمي كمال عامل معاك ايه؟ قدر يتفهم الوضع ولا لأ؟ هز عيسى راسه بالرفض وقال سمعني كلام زي السم قدامهم لدرجة انه تعب، وحاولت اسنده زق ايدي وبعدها عنه. طب انا هطلع اطمن عليه واشوف لو حالته تسمح اني احكي له اللي حصل، اكيد الصورة بعدها هتتضح قدامه. خلص اكرم كلامه ومشي دخل للبيت، وتفاجئ لما شاف وردة قاعدة تعيط واسيل قاعدة جنبها. قرب منهم وقال هي مالها صاحبتك بتعيط ليه؟ اكيد اللي حصل ما يخصهاش. اسيل وقفت وبصت له بغيظ وقالت له ازاي ما يخصهاش، وانتوا جايبيننا هنا علشان تضايقونا وتعيرونا؟ وقفت ورد بعد ما مسحت دموعها وقالت انا هرجع للقاهرة، ولما يقرر يطلقني خليه يبعتلي ورقتي. وعند كمال انتهى الدكتور من فحصه بعد ما اداله الحقنة المهدئة وقاله لازم تبعدوه عن اي ضغط عصبي، انا اديت له الحقنة المهدئة علشان يقدر ينام. ردت مرام وقالت طب هو لما يصحى هيبقى كويس؟ الدكتور مد ايده بالروشتة وقال ان شاء الله حالته هتبقى احسن، بس زي ما قلتلك اهم حاجة تبعدوه عن اي ضغط عصبي. هزت مرام راسها بتأكيد واخدت الروشتة، والدكتور مشي. وخرجت مرام من اوضة كمال، واكرم جه بسرعة وقال طمنيني الدكتور قال ايه؟ بابا نايم دلوقتي سيبه يرتاح. قولي الاول ايه حكاية جواز عيسى اللي جه فجأة كده؟ هو مين البنت اللي تحت دي؟ اللي هحكيهولك ده ولا الافلام، تعالي نقعد الاول وهقولك على كل حاجة. اكرم اخد مرام وقعده وبدأ يحكي لها على اللي حصل، ومرام كانت مصدومة، وفي النهاية قالت بس عيسى مستحيل يعمل كده، ولا اخلاقه ولا تربيته اساسا، واني ما عنديش شك فيه اكيد، بس انا شاكك انه اخد او شرب حاجة خليته في الحالة دي. مش عارفة. طب والبنت اللي تحت دي ايه اخبارها؟ مظلومة فعلا ولا هي ورا اللي حصل؟ بعد الكلام اللي عمي كمال جاله كانت مصممة ترجع القاهرة، بصعوبة اقنعتها تستنى، يا ريت تشوف لها اوضة هي وصاحبتها تقعد فيها دلوقتي، معظم الاوض مكفولة وعاوزة تنظيف، مفيش غير اوضتك انت وعيسى اللي جاهزين دلوقتي. طب انزلي خديهم لاوضة عيسى، وانا وعيسى نبقى نقعد في اوضتي. وعلى جسر النيل قعد امير مع صاحبه معتز، واتكلم وقال تفتكر هتسامحني بعد اللي حصل؟ تفتكر هتديني فرصة من تاني؟ اتكلم معتز وقال امير انت اهملت شغلك وحياتك، كل ده ليه؟ انت لازم تفوق لنفسك ولمستقبلك، الحياة مش هتقف على واحدة ست. بس انا ظلمتها يا معتز وتخليت عنها في اكتر وقت كانت محتاجاني فيه. النصيب يا امير نصيبها كده، هو ما ينفعش نفضل نبكي على اللي فات، انت دلوقتي خلاص بقيت متجوز وعندك اسرة. انا طلقت حنان خلاص، ما بقيتش طايقها ولا طايق عيش معاها. لا حول ولا قوة الا بالله، ليه كده؟ اخذ الشيطان يا امير وارجع لمرتك وصالحها. لا انا بفكر ان اروح لمرام واعتذر لها، يمكن تسامحني وتديني فرصة. ما تعلقش نفسك بحبال دايبة وتخرب بيتك، ارجع لمرتك، مرام زمانها اتخطبت ولا اتجوزت ومش هتوقف حياتها عليك. شفتها من كام يوم وكانت ايديها فاضية ولا فيها دبلة ولا غيره، اكيد لسه بتحبني. انت الكلام معاك مش جايب نتيجة، افتكر اني نصحتك وقلت لك انسى الموضوع ده وارجع صالح مرتك. وبعد يومين في المكتب كان عيسى قاعد يراجع بعض الاوراق الخاصة بالشغل، دخل عليه اكرم وقال له قالولي انك قافل على نفسك وقاعد هنيه من امبارح. عيسى وقف وهو بيحرك رقبته بتعب وقال فعلا انت عارف الشغل تكون فوق دماغي الفترة الاخيرة، كان لازم اراجع على كل حاجة، وخصوصا ان بابا ومرام مش فايجين. اكرم قعد وقال هو لسه عمي مش بيكلمك؟ لا طول الوقت قاعد في اوضته وما بيخرجش حتى بعد ما مرام حكيت له كل حاجة، ومش عاطيني فرصة اتكلم معاه. شوية كده وهيروج، انت عارف عمي كمال قلبه ابيض وبينسى بسرعة. المهم دلوقتي قولي جبت كل حاجة عن البنتين دول ولا لأ؟ مش هتصدق اللي عرفته، البنتين دول كانوا عايشين في ملجأ لغاية ما تموا سن 18، وبعدين عاشوا مع واحدة هي اللي تكفلت بتعليمهم، وبعد ما ماتت عيالها طردوهم من البيت. دول طلعوا حكاية، كملوا بعدين عاشوا بعدها لوحدهم، وكانوا بيتنقلوا من مكان لمكان ومن وظيفة للتانية. انا كده اتأكدت ان في حد اشتراهم علشان يعملوا كده، هو ده اللي حاولت ادور عليه بس للأسف ما وصلتش لحاجة. هما اللي لازم يتكلموا ويقولوا مين اللي بعتهم بالظبط. وفي اوضة ورد واسيل وقفت ورد وقالت
لحد هنا وكفاية قوي، أنا مش عارفة إزاي وافقتك على الجنان ده. اسمعي مني، ما هي دي فكرتك من الأول، مش أنت اللي قلتي ندور على واحد غني نتجوزه ويصرف علينا؟ كنت غبية واستاهل كل اللي يجرالي. أنا كل ما افتكر الراجل اللي كان هيموت بسببنا ضميري مش مريحني، ولا كان هيموت ولا حاجة، ما هو قاعد في قطة هو كويس. عموما هو فات كام يوم اهو، انا هروح اتكلم مع عيسى واخليه يطلقني، ولو حب يديني قرشين من نفسه تمام، ما حبش خلاص. اسيل نفخت بضيق وقالت لها يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه، احنا مش هنضحك على بعض، الموضوع ده اصلا من الاول ما كانش ينفع. قطعهم خبط على الباب، واما اسيل فتحت كانت مرام اللي قالت بابا عاوز يتكلم مع ورد، يا ريت تقول لها تيجي معايا. ورد خرجت وقالت ما تعرفيش هو عاوزني ليه؟ علمي علمك، هو قال لي اندهلك وجيت اقولك على طول. ورد راحت مع مرام لأوضة كمال اللي قال اتفضلي اقعدي، وانت يا مرام روحي اعملي لنا قهوة. ردت مرام وقالت بس الدكتور قال ان القهوة غلط عليك، وانت قطعها كمال لما قال اعملي اللي قلتلك عليه، يلا ما تتأخريش. خرجت مرام وكمال بص الورد وقال احكي لي بقى على كل حاجة ومن غير كذب، لاني ببساطة عرفت كل حاجة عنك وانك جاية منين بالظبط. أسيل حست بالملل وقررت إنها تنزل تتمشى في البلد وتتفرج عليها، وهي ماشية سرحانة فاقت على صوت صهيل الحصان اللي جاي من وراها. من الخضة وقعت في الأرض، نزل معتز من على الحصان وقرب منها وقال أنت كويسة؟ في حاجة حصلت لك؟ وقفت أسيل تنفض هدومها من التراب وقالت هو أنت يعني أعمى مش شايف؟ ده جت بيك الدنيا وماشي بحصانك ورايا؟ والله أنت ماشية سرحانة في نص الطريق ومش مركزة في حاجة. انا برضو اللي سرحانة. عموما يلا اتفضل خد الحصان بتاعك وامشي، وبعد كده انتبه علشان ما تمشيش تدوس على خلق ربنا. خلصت اسيل كلامها ومشيت، ومعتز وقف يبص لأثرها وابتسم، وعند كمال اللي وقف قدام عيسى وقال زي ما سمعت الفرح هيبقى اخر الاسبوع. عيسى بص الورد اللي كانت مصدومة وقال فرح مين اللي بعد اسبوع؟ فرحك انت ورد، احنا مش هنعمل حاجة، هنكتفي بكام فردك ده، هنعزمهم علشان الاشهار وخلاص. انا اصلا ناوي اطلقها ومش هكمل معاها. مش بمزاجك تتجوزها وتطلقها بمزاجك، انا اللي اقول بعد كده ايه اللي هيحصل. بس يا بابا انا قلت اللي عندي خلاص، وتفضل روح جهز الحاجات اللي قلتلك عليها. عيسى بصله بضيق ومشي، وكمال كان هيرجع اوضته، بس ورد وقفت وراه وقالت بعد كل اللي حكيته ليه صممت ان اتجوزه؟ انت اللي اخترتي مصيرك بايدك، محدش غصبك عليه، وعشان انت كنتي صريحه معايا كان لازم اعملك ده. عيسى مش ملاك زي ما انت فاهمة، بس هو لو عرف الحقيقة مش هيسامحني. دي مهمتك بقى، قدامك شهرين عيشي فيهم معاه، يا تخليه يحبك ويسامحك يا تتحملي نتيجة افعالك. كمال كان هيمشي بس ورد قالت انت ممكن تدخلني السجن، مش انا اللي هعملها، صاحب الحج هو اللي اولى بده. خلص كمال كلامه ومشي، وورد وقفت محتارة تفكر في كلامه، وفي النهاية رجعت لأوضتها. جت اسيل وقالت كويس اني لقيتك، احكي لي بقى ايه اللي حصل مع ابوه. حكيت له الحقيقة، حكيت له على كل حاجة. يا لهوي يا لهوي، حكيتي له ايه؟ احنا كده رحنا في داهية، ومش بعيد نلاقي البوليس داخل علينا دلوقتي. يا ريت كان على الاقل ضمير ارتاح، اللي عمله محدش يقدر يصدقه ابدا. عمل ايه؟ طمنيني. حدد الفرح مع عيسى وقال له اخر الاسبوع، وقال لي قدامك شهرين، يا اما عيسى يحبني واعترف له بالحقيقة، يا اما عيسى هيكرر مصيري. هيكرر مصيرك ازاي يعني؟ ممكن يبلغ عنك مش كده؟ ورد هزت راسها بحزن وقالت لازم يحبني وإلا هيكون مصير السجن. وده هيحصل ازاي؟ عموما سهلة، احنا تبنا واكيد ربنا هيقف معانا. انت عارفة يعني ايه عيش معاه شهرين بحالهم؟ يعني كل يوم هشوفه هفتكر انا عملت ايه وضميري يأنبني. خلاص بقى يا ورد ما تزوديهاش، انت بس حاولي تكسبيه، يمكن السنارة تغمز ويحبك. دخل اكرم لأوضة كمال وقال له عمي انا كنت عاوز اتكلم معاك بخصوص جواز عيسى، البنت دي مش زي ما انت فاهم دي. قطعه كمال لما قاله انا قلت اللي عندي والقرار اللي باخده ما برجعش فيه، وانت عارفك ده كويس، بس البنت دي تربت في ملجأ وعاشت حياة غير حياتنا، يعني مش النسب اللي يشرف. وهو ايه النسب اللي يشرف؟ ابن عمك داخل على 35، تقدر تقولي مختارش ليه النسب اللي يشرف لغاية دلوقتي؟ رد اكرم وقاله عيسى كان طول الوقت دافن نفسه في الشغل، وانت عارف انه ملهوش ولا في الشمال ولا في اي مشي وحش، عموما دي تجربة ليه، اكده ولا اكده هو اتجوزها فمش هتفرق كتير. يعني مفيش امل انك تترجع عن قرار الفرح ده؟ لا، وانت كمان حضر نفسك علشان لازم تتجوز قريب، وإلا انا اللي هختار لك العروسة بنفسي وعلى جسر النيل
في المكان المعتاد لأمير ومعتز. قعد أمير وقال: أول مرة أشوفها هنا في البلد، من الواضح إنها جاية زيارة لحد هنا. هي مالها البنت دي؟ شغلة بالك كده ليه؟ من وقت ما قعدت وانت ما بطلتش كلام عنها. مش شغلة بالي ولا حاجة، أنا بس متضايق إني ما ردتش عليها في وقتها. قاطعهم صوت حنان اللي جت من وراهم وقالت: أمير، أنا كنت عاوز أتكلم معك في موضوع. أمير كان هيرفض بس معتز قال: طب أنا همشي عشان عندي مشوار، أسيبكم براحتكم. معتز مشي وحنان قربت من أمير اللي قال: اخلصي وقولي جاية ليه. حنان استجمعت شجاعتها وقالت: أمير أنا حامل. ضحك أمير بهستيريا وده كان عكس توقعها وقال: وانتي مفكرة اني هصدق الكذبة دي؟ احنا بقالنا اكتر من 4 سنين متجوزين وما خلفناش. ايه الحمل جه دلوقتي لما طلقتك؟ ربنا رايد اننا نكون سوا، خلينا نفتح صفحة جديدة. امير بصلها بتحذير وقال: الحمل ده لو طلع كذب انتي هتندمي جوي يا حنان. وبعد كام يوم اتنشر الخبر في البلد كلها بجواز عيسى المرشدي، وبدأوا يستقبلوا التهاني من كل مكان. رغم اقتصار المدعوين على عدد صغير إلا أن وردي كانت قاعدة وهي لابسة فستان الفرح وحاسة بضيق، حاسة أنها بتمثل ونفسها تسيب كل ده وتجري. قربت أسيل منها وقالت: فكيها شوية مش كده، الناس بتبص عليكي. بقولك إيه، أنا مش قادرة، أنا هين عليا دلوقتي أطلع أجري، أنا خايفة قوي من اللي جاي. يا ستي خايفة من إيه؟ أنتي مش شايفة نظرات البنات ليكي؟ كلهم غيرانين انك انت اللي اتجوزت عيسى. هي غضوب الهنا والشفا وفوقيه بوسه كمان. وقفت ورد وكانت هتمشي بس اسيل قالت: رايحه فين؟ ما ينفعش تروحي في مكان دلوقتي. نفخت ورد بضيق وقالت: مش قادره اخد نفسي، اتخنقت وعاوز اطلع اشم هوا. راحت ورد ناحيه البلكونه وكانت واقفه وجنبها اسيل، وانضمت ليهم مرام وبعض البنات. وفي الجنينه وقف اكرم مع عيسى وقال له: مبروك يا عريس، انتم السابقون ونحن اللاحقون، ابوك مصمم انه يموتنا ناقصين عمر. بقول لك ايه، البيت دي انا هطفشها، يعني هطفشها، انا اتفقت معاها من الاول اننا هنتطلق، انا مش عارف ايه اللي خلاها توافق على ابويا جال عليه. اكيد عريس زيك لقطه ما يتسابش، وهي ما كانتش تحلم بجوازه زي دي. عيسى لفت نظره وقفها وسط البنات وبص لهم بغيظ وقال: اهي طالعه تقف وتتفرج كمان ولا كانها عامله حاجه. بص يا ابن عمي، انت خلاص لبست وتجوزتها رسمي، عيش لك يومين، لقيت الموضوع عجبك كمل، ما عجبكش يبقى ترجع من مطرح ما جت. وعند كمال اللي كان في المكتب وواقف قدامه واحد من الغفر وقال: انا رحت سألت في كل مكان عن فريال فاروق المرشدي ولقيت 2، واحدة عايشة ودي سنها صغير، والتانية توفت من مدة كبيرة ودي بنفس المواصفات اللي قلت عليها. اتكلم كمال وقال له: كويس، اللي ماتت بقى كان عندها عيال كدي وفين جوزها؟ اتكلم الغفير وقال: جوزها توفى بعدها بكام شهر، وما كانوش مخلفين غير بنت واحدة اسمها سمر، البنت دي راحت تعيش مع أهل أبوها. طب وأهل أبوها دول فين أراضيهم؟ ألاجيهم فين يعني؟ بالراحة عليا، ماني كنت هقول لك أهو، أول عم ليها دخل السجن لأنه كان بيشرب، والتاني مسافر ومحدش يعرف له مكان. طب وسمر دي كانت عايشة مع مين فيهم؟ لحد هنا ما عرفتش اوصل لحاجه، لازم تصريح زياره للراجل اللي في السجن علشان يقول لنا هي عايشه فين. طب دورت عليها بالاسم اللي وصلت له؟ ما لقيتش حد في مصر بالاسم ده. عموما في خلال اسبوع ولا 2 اكون اخدت تصريح الزياره ورحت لعمها وعرفت منه مكانها فين. تمام، الموضوع ده مهم بالنسبه لي، وزي ما قلت لك محدش يعرف حاجه عن الكلام اللي دار في المكتب ده. هز الغفير راسه وقال: ما تجلكش يا كمال بيه من غير ما تقول، اعتبر ان سرك ده في بير.